أخبار الرياضة تأتيكم عبر التلفزيون الجزائري، مرحبا بكم. والبداية بالمبارزة وبالتحديد البطولة الإفريقية التي تجري وقائعها بنيجيريا، حيث كان التتويج جزائريا، حيث توج الجزائري فلاح داني أدم بالميدالية الذهبية في سلاح الشيش لصن في أشبال، بينما عادت الميدالية البرونزية لدريس أميمة في سلاح السبر لصن في الأشبال، بينما تحصلت أيضا على الميدالية البرونزية المبارزة ياسمين الرويبط في سلاح السيف. إذن مبروك للثلاثي الجزائري ومبروك للمبارزة الجزائرية على هذا التتويج القاري. دائما أخبار الرياضة متواصلة، وبفعاليات البطولة الوطنية للجيدو التي تجري وقائعها بمدينة وهران وبالتحديد بقصر الرياضات حمو بوتليليس، بمشاركة أزيد من 500 مصارع ومصارعة يمثلون 12 فريقا. ملخص اليوم الأول من هذه البطولة في تقرير الزميلة سهيلة معوش. بعد توقف طويل بسبب الوضع الوبائي، عادت المنافسات الوطنية فرد أكابر إلى الواجهة، ولأول مرة تنظم خارج الجزائر العاصمة، ليقع الاختيار على عاصمة الغرب الجزائري وهران، في خطوة تجريبية للمنشأة الرياضية وللجانبين اللوجستيكي والبيداغوجي، فضلا عن الجانب التنظيمي. الحمد لله انطلقت البطولة، راح تدوم 3 أيام. المنافسة راح تكون منافسة للحصول على المراتب الأولى. المراتب الأولى يعني تمثيل الجزائر واختيار أحسن عناصر راح يكونوا في الألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم الأول كان موجها لخمسة أوزان، 3 للإناث و2 للذكور، كانت فيه المنافسة على أشدها بين خيرة المصارعين، خاصة في فئة الأواسط، حيث صنع بعضهم المفاجأة من خلال إبراز قدراتهم ومهاراتهم التقنية والجرينتا من أجل اعتلاء منصة التتويج. هذا اول اليوم تاع البطوله الوطنيه اكابر. شفنا اليوم هما اكثر المنازلات، هما عناصر يتعرفوا في المنتخب الوطني الجزائري، وكان بروز نادي دياس بياش اللي يتميز بلي عنده انرولوس تاع العنصر النسوي في فئه اقل من 52 كيلوغرام، معظمها كان من هذا الفريق. وكانت هذه المنافسات المنازلات اللي كانت في اقل من 66 كيلوغرام كانت منافسة كما نقولوا احنا قوية. منصة التتويج كانت ولأول مرة متنوعة، بعدما كانت في وقت مضى تقتصر على فريق مولوديات الجزائر، إلا أن هذه المرة وإلى جانب المولودية كانت السيطرة من طرف فريق الباهية وهران لدى الذكور، أما لدى الإناث رغم تنوع منصات التتويج لمختلف الأندية تبقى السيطرة لفتيات باب حسن اللائي استحوذن على البوديوم بمجموع ذهبية وفضية وبرونزيتين. والحمد لله ربي وفقني اليوم ودرت الميدالية الذهبية اللي تعبت عليها بزاف، والمنافسة كانت قوية، والأدفيرسير صاحبي الفريق الوطني ما كانش بحاجة سهلة، كانت حاجة واعرة، والحمد لله الحظ كان من جهة تاعي وديت الميدالية الذهبية. نشكر كاع ليكيب تاعي سورتو داري أمين عياش، ربي يحفظهم كاع اللي وقفوا معايا وبسبتهم كاع اللي لحقت هنايا، ما خلاونيش أي لحظة معايا. وتتواصل فعالية المنافسة في شطرها الثاني اليوم، حيث سيقتصر التنافس في أوزان أقل من 63 كيلوغراما و70 كيلوغرام سيدات، وأقل من 73 و81 كيلوغراما لدى الذكور. إذن نهائيات اليوم الأول من البطولة الوطنية للجيدو عرف حضورا رسمي لوزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق السبقاق، الذي تابع جانبا من المنازلات النهائية في مختلف الأوزان، إلى جانب رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية السيد عبد الرحمن حماد، فضلا عن السلطات المحلية لولاية وهران، وهي في خطوة لمتابعة آخر التطورات تحسبا للمواعيد القارية والدولية المقبلة. نبقى دائما في نفس الحدث وعلى هامش النهائيات، أثنى وزير الشباب والرياضة على هذه البطولة، خاصة وأن مدينة وهران مقبلة على احتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط. دبلومون سعيد،
بوجودي لهنا في هذه القاعة، لأنه أولا نجاح رياضة الجيدو ووصولها إلى هذا المستوى في يعني تنظيم البطولة الوطنية بهذه الاحترافية، ثانيا نجاح التحضير لألعاب البحر المتوسط من خلال هذا التست ايفنت اللي درناه في القاعة هذه اللي كانت يعني ما كانش أصلا يعني في مهيئة لهكذا يعني منافسات. الآن راكم تشوفوا وجود جمهور وهراني جيد، احنا نبشرهم باللي ان شاء الله العرس في جوان راح يكون وهراني خالص باسم كل الجزائر في حوض البحر المتوسط. وزير الشباب والرياضة تكلم بخصوص المنشآت وبخصوص جاهزية أغلب المنشآت في مدينة وهران تحسبا للعرس المتوسطي. في ميكروفون سهيلة ماوش. كل ما هو متعلق بالمنشآت الرياضية جاهز، بقاو يعني لمسات أخيرة، وبالتالي نتكلم عن التحضير والأمور المتعلقة بالليكيبمون تاع لي انستالاسيون سبورتيف، أما فيما يخص الهياكل كل شيء جاهز. وعلى هامش البطولة أجاب الوزير على سؤال بخصوص احتضان الجزائر للبطولة الإفريقية للاعبين المحليين، وقال ما يلي: احنا هذا الامر فصل فيه، واللجنه تم يعني اللي كانت موجوده تم تحيينها باشخاص وحدين اخرين الذين سيشرفون على الشان والأوديسة. نبقى دائما مع اخبار الرياضه والى دوره الزيبان التي تتواصل للدراجات الهوائيه، حيث اجريت صبيحه اليوم المرحله الاخيره من طواف الزيبان للدراجات وشهد تنافسا كبيرا بين الدراجين. التفاصيل بحوزه ياسين بوخنا. المرحله الثالثه من دوره الزيبان انطلقت من بلديه البرانيس مرورا بلوطايا طولقا ثم بسكرا في العودة إلى بلدية البرانيس على مسافة 120 كيلومترا، عرفت انطلاقتها سرعة كبيرة من الدراجين في 50 كيلومترا الأولى عند حدود بلدية طولقة نتيجة الرياح التي ساعدت الدراجين. بعد ذلك انفرد حمزة ياسين صاحب القميص الأصفر رفقة ثلاثي المولودية عن الكوكبة وأبقوا الفارق عن بقية المجموعة ليتوج حمزة ياسين بالمرتبة الأولى والاحتفاظ بقميصه الأصفر. سباق اليوم كان صعب شوية، كان فيه رياح، قدرت نسيطر على الفرق الأخرى باش ما يروحوش يشافي، وقدرت نسيطر مع الفرق الأخرى تعاوننا شوي. بعدين في ال 20 كيلو اخر قدرت نروح الايشابي مع ثلاثه من مولودية الجزائر. السباق كان صعب، قدرنا نجيريو السباق حتى للتالي، الحمد لله احتصلنا على المرتبه الثانيه والثالثه في ترتيب العام. هذا وتختتم دوره الزيبان غدا باجراء الدوره المفتوحه للتتويج بالجائزه الكبرى لدوره الزيبان. دورة الزيبان أجريت وقائعها بمسلك القنطرة الذي يعد واحدا من أفضل المسالك في التراب الوطني. الزميل عبد الملك زنيدية زار المسلك وأعد لنا التقرير التالي. يعتبر مسلك القنطرة من بين أحسن المسالك وطنيا نظرا للمزايا العديدة والمتنوعة في هذا المسلك. من ناحية التقنية أنه هذا المسلك رابيد، هذه من دون بار دون اوتر بار، من ناحيه واحده اخرى هذا المسلك مؤمن. الدراج كيكون عنده مسلك مؤمن هو احسن حاجه ليه. المناطق الاخرى راهو البرد والشتاء، هنا راهو الحال ما شاء الله، ظننا ديجا صباح ظننا بون مين وفيها الطلعه سي لا سي لا سي لا بون بيريود. يعتبر مسلك متنوع يعني فيه طبيعه متنوعه، مناظر خلابه وطريق معبده ومستويه تساعد المتسابق على تقديم الأفضل في هذا المسلك. على مسافة تقريبا 8 كيلومتر ونصف يتميز هذا الطريق، ثاني طريق سياحي مرورا بوحات القنطرة والقرية القديمة الدشرة الحمراء. طريق مسقم وما فيهاش بزاف الحفار، ما فيهاش الضوضانات، ما عندك بارابور اللي سيرك بيلي كنا نجروهم، هذا شغل ملاح. فيه البلا، فيه الفوبلا، فيه لي بوس، فيه شويه عقبه، فيه كما نقولوا يساعد كل الدراجين اللي عندهم مختلف تخصصات. لازم يكون فيه هناك تكتيك لهذا المسلك،
لإكمال سباق على أحسن وقت. هي إذن عوامل مهمة تتوفر في مسلك القنطرة الذي يؤهلها لاحتضان مسابقات دولية. دورة الزبان شهد تألق الدراجة نسرين حويلي التي تطمح للبروز في الساحة الوطنية والقارية. الزميل ياسين بوخناف أعد لنا البورتريه التالي. ابنة مدينة وهران وصاحبة 18 ربيع نسرين حويلي سجل حافل بالميداليات والألقاب. رغم صغر سنها إلا أنها تمكنت من البروز في عالم الدراجات على المستوى الإفريقي العربي وحتى الدولي. تحصل على 9 ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمضمار وخمس ألقاب عربية وخمس مرات بطلة الجزائر ضد ساعة وعلى الطريق. أحسن نتيجة على مستوى العالم كانت بطولة العالم للمضمار تاسع مركز تاسع سباق الإقصاء. عشقت رياضة الدراجات في سن 10 لتقتحم عالم هذه الرياضة التي كانت تعد حكرا على الرجال فقط. كنت صغيرة بدينا بالمدرسة جوعدنا باش نديرو سبور وكلش. دخلت الفريق ولد تليلات بديت من تما ومن بعد غيرت الفريق الأفضل مع المدرب تاعي. بعد يعني نتائج الوطنية رحت الفريق الوطني. بعدها كانت أول بطولة في 2019 تحصلت فيها على المركز الثاني والثالث في الأكابر وأنا كنت في الكاتيجوري كادي. من بعد هذيك بديت نروح مع الفريق الوطني في المعسكرات والستاج وكلش. من بعد كانت بدينا نبارتيسيبو في شامبيونا دافريك والشامبيونا عرب وكانوا لي ريزلتا دائما الحمد لله. البروز على المستوى الإقليمي كان بفضل الإرادة الفولادية لبنة مدينة الباهية وبفضل مدرب مرابط الذي رافقها في بدايتها بعيدا عن الأضواء. وأنا اكتشفتها في الديبي تاعها كي كانت مينيك شفت واحد اللقطة دارتهم سولو فيلو مع الاخرين البنات الاخرين اللي كانوا عرفت بلي كان عندها قدره كبيره ولا دائما نجبدوا هذه الكلمه هذه ولا تشفي ذاك العام واش من تما كان بانت لي بلي كانت عندها قدره قويه اراده قويه. من تما كان ولات بطلة العرب زادت بطوله الافريقيه دارت نتائج اللي خلعوا فيها قالوا هاد البطله ولا هاد المتسابقه وين راهي تحضر حسبوها تحضر في اوروبا وهي كانت غير هنايا بلا مضمار بلا والو. طموح نسرين كبير في تحقيق المزيد من الألقاب وتشريف الألوان الوطنية خاصة في العرس المتوسطي الذي ستحتضنه مدينة وهران. ألعاب البحر الأبيض المتوسط راح تكون إن شاء الله في مدينة وهران واللي هي مدينتي يعني فيها يعني عندها مكانة خاصة لازم نجيب فيها نتيجة وإن شاء الله كل هالبرنامج باش تكون كاينة ريزلتا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ومن الدراجات إلى أخبار كرة القدم حيث أعلن نادي بورتو الإنجليزي الناشط في الدرجة الثالثة الإنجليزية تعاقده مع متوسط ميدان عدلان قديورة. ومن المنتظر أن يعلن النادي الإنجليزي عن مدة العقد والشق المالي خلال الأسابيع القادمة. نبقى دائما مع كرة القدم وبرسم الجولة الثالثة من رابطة أبطال إفريقيا يواجه في هذه الأثناء ممثل الجزائر نادي وفاق سطيف نادي أمازولو الجنوب إفريقي برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات. يذكر أن وفاق سطيف انهزم في الجولة الثانية أمام نادي الرجاء البيضاوي بينما يواجه يوم السبت القادم شباب بلوزداد نادي جوانين غالاكسي البوتسواني في مهمة تحقيق أول فوز في دور المجموعات. تفاصيل في سياق تقرير للزميل بلال بناري. شباب بلوزداد في سفريته إلى بوتسوانا هي العودة بنقاط مباراة الجولة الثالثة أمام نادي جوانين غالاكسي ومحو آثار التعطل الأخير داخل الديار أمام الترجي الرياضي التونسي. شباب بلوزداد المتواجد في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين خلف متصدر المجموعة الثالثة الترجي التونسي يسعى إلى الحفاظ على مركزه الثاني على الأقل في هذه الجولة ولكن الحذر مطلوب أمام فريق ليس لديه ما يخسره في هذه المباراة التي سيحاول أن يلعب فيها كامل حظوظه ومفاجأة أبناء العقيبة لبعث أماله في التأهل. تشكيلة شباب بلوزداد وفور وصولها إلى فرانسيس تاون أجرت حصة استرخائية على أن تنهي استعداداتها بحصتين تدريبيتين
قبل المواجهة المنتظرة هذا السبت. المدرب باكيتا يحاول إيجاد التوليفة الأنسب لتحقيق النقاط الثلاث في ظل غياب القائد شمس الدين الساخ ومتوسط الميدان العربي التبتي بداعي الإصابة. هجوم الفريق مطالب بالاستفاقة والاستثمار في المشاكل الدفاعية للفريق الخصم من أجل تسجيل الأهداف، ولا عذر لرفقاء العريبي أمام فريق تلقت شباكه 5 أهداف في مباراتين. فوز الشباب في مباراة جالاكسي يعني تعزيز الحظوظ من أجل التأهل إلى ربع نهائي أمجد البطولة الإفريقية. ومن المنافسة القارية إلى المنافسة المحلية، حيث تبدأ اليوم الجولة الأولى من مرحلة العودة من البطولة الوطنية ومباراة الدرب العاصمي التي تجمع اتحاد الجزائر بنصر حسين داي. نتابع بعض الدقائق بتعليق وليد فرحان. البحث عن زميل متحرر علياد يرفع راسه، العودة إلى الخلف، تحولت إلى الجهة اليسرى، هذا حمراء مباشرة، الاتحاد يلعب ويقترب الآن، وصلت إلى مزيان، تغطية دفاعية مثالية من جانب بيوض الذي عاد لمساندة الدفاع في الكرة والمحاولة الماضية. اتحاد الجزائر فاز في ثمانية مباريات هذا الموسم، فاز بها الاتحاد، كانت على حساب أمل الأربعاء، اتحاد بسكرة، سلاغي نزام، نجم مقرى، وكذلك نادي بارادو ووداد تلمسان وأولمبي لمدية، بينما النصرية خسر 9 مباريات خلال هذا الموسم، رقم كبير لفريق يطمح رفقة عشاقه ان يشاهد النور من جديد. كرة على الجهة اليسرى، حمراء في وسط الميدان، تغيير اتجاه اللعب بشكل جميل، وصلت إلى رضواني، العودة للخلف، مضطرين في الكثير من الأحيان عناصر اتحاد الجزائر لإعادة الكرة للخلف، وسط تمركز محترم ومنظم من جانب فريق نصر حسين. رغم ذلك يبقى الاتحاد قوي وخطير جدا بفرديات لاعبيه وبإمكانه اختراق أي دفاع. وصلت على الجهة اليمنى الآن، محاولة التوزيع بالقدم اليسرى هذه المرة، والقراءة الدفاعية تأتي من ثنائي مميز لحد الآن تيمريشت وخيراوي، طويلة الكرة أمامية، التغطية تأتي بشكل جميل، حمراء في وسط الميدان، طلب الكرة من كريم بن خليفة، ينقل إلى الجهة اليمنى، رضوان يعود لبوشينا، طلب الكرة من بوز بن زازا، طلب الكرة بن زازا ولكن أمامه مباشرة بلودان، محاولة قلت تضييق المسافة وكسب الرهان، صراع منتصف الميدان مهم جدا في عالم كرة القدم، ومن احتل منطقة الوسط اقترب من تحقيق النقاط الثلاث في المباراة. طويلة من عليات إلى الأمام، هل سيلحق عليها مزيان؟ فتلو ومرت وتحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة نصر حسين داي. الاتحاد هذا الموسم أيضا تعادل في 6 مناسبات، وكانت أمام الباك، نادي بارادو، أولمبي لمدية، وفاق سطيف. الاتحاد كان فاز في 6 مناسبات، بينما خسر في 3 مناسبات، وكان تمام شبيبة الصورة، أولمبي شلف، وشباب الوزداد. كرة طويلة إلى الأمام. نعود إلى مدينة وهران وبالتحديد إلى قصر الرياضات بقاعة حمو بوتليليس للحديث عن اليوم الثاني من البطولة الوطنية للجيدو. معنا مباشرة سهيلة معوش. مساء الخير سهيلة، ما الجديد عندك؟ نعم مساء الخير أنيس، جمهورنا الرياضي الكريم، أسعد الله مساكم بكل خير. كما ذكرت أنيس، متواجدون الآن بقاعة حمو بوتليليس، أين اختتمت الآن فعاليات اليوم الثاني من البطولة الوطنية لجيدو أكابر فردي رجال وسيدات. إذن بشكل مختصر، إذن هذا اليوم نرجى من الأستاذ أحمد، إذن اليوم الأول اختصر عليه التنافس بين خيرة المصارعين، وكان هناك سيطرة من فريق بابا حسن، فتيات بابا حسن بالنسبة للسيدات، أما لدى الذكور فكان هناك تعادل بين فريق جي سي اش الحراش وفريق الباهية وهران بكل بذهبية وبرونزية لكلا
أو لكل منهم بدون إطالة. أبدأ على يميني بطلة جزائرية في وزن أقل من 63 كيلوغرام أمينة بالقاضي من فريق باب حسن. أمينة مبروك عليك الميدالية الذهبية. يعطينا كلمة باختصار حول هذا التتويج. أكيد التتويج كان عندي المرة السادسة على التوالي. الحمد لله قدرت نزيد نأكد مكانتي، وهذا الشيء يزيد يفتح لنا البيبان اللي عندنا دي زوبجيكتيف هنا في بلادنا. تحدي صعيب، نتمنى من كل السلطات يعطونا كل الامكانيات باش نحضروا احسن تحضير ونمدوا كاع واش عندنا باش نقدروا نشرفوا الرايه الوطنيه ان شاء الله. وكذلك نطلب من الشعب الجزائري يشجعنا، لانه ما كاش غير كره القدم، ما من الجيد ان شاء الله يقدر يفرحهم ونجيبوا الماكسيموم تاع لي ميداي. وفوالا بون كوراج لاصحابنا كامل. نعم امينه مبروك عليك مره ثانيه. وعلى يساري سياش الحراش المتوج، هو أيضا بطلا جزائريا في الجودو لهذا الموسم. أحمد مبروك عليك الميدالية ومنصة التتويج، أعطينا كلمة حول هذا التتويج. الله يسلمك أختي، الحمد لله تحصلنا على المرتبة الثالثة. كنا طامعين إن شاء الله نجيب. نعم مرتبة ثالثة في الأخير. نعم مبروك عليك. الله يسلمك. كنا طامعين باش نجيب الميدالية الذهبية، ولكن الحمد لله ديما كاتب كتب ربي الحمد لله. إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق لكم ولكل المصارعين الجزائريين فيما ينتظرهم من استحقاقات، خاصة وأن الجزائر مقبلة على أكبر محفل رياضي هنا فضلا عن البطولة الإفريقية للجودو. أنيسة التي عادت إلى الجزائر بعد 22 سنة أكيد سيكون عرسا رياضيا محضا هنا بالجزائر. أنيسة. نعم سهيلة، شكرا جزيلا لك. إن شاء الله يكون عرس ويكتمل بتتويج جزائري من الغرب الجزائري إلى الشرق الجزائري. معنا على المباشر الزميل ياسين بوخناف للحديث حول وقائع دورة الزيبان للدراجة الهوائية. مساء الخير ياسين، إليك الخط.
عم ياسين، هذه الدورة جرت في ظروف حسنة ومميزة كما قلت، وهي فرصة للسباقين والمتسابقات من أجل التحضير للمنافسة القارية، ليس كذلك؟ عن مسلك القنطرة، تابعنا الصور الجميلة لهذا المسلك، يعني بصراحة ما هو الشيء أو ما هي الأمور التي تنقص هذا المسلك لكي يكون قادر على احتضان منافسات قارية في المواعيد القادمة إن شاء الله؟ نعم ياسين بوخناف، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من عروس زيبان بسكرة. أخبارنا متواصلة، نمر إلى المباراة التي تلعب حاليا وبرسم الجولة الأولى من مرحلة العودة بين أولمبي شلف وأتليتيك بارادو، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين. نعم المباراة تأتي برسم الجولة الأولى من مرحلة العودة، نذكر بنتائج بعض المباريات. اتحاد بسكرة حقق الفوز بهدف مقابل صفر أمام أمل الأربعاء، بينما حسم فريق شبيبة القبائل مباراته أمام أولمبي المدية بهدف نظيف. مولودية وهران هي الأخرى، تفوقت بهدفين مقابل هدف واحد أمام النادي الرياضية القسنطيني، بينما نجم مقرة حقق الفوز الأول في مرحلة العودة حين استقبل نادي وداد تلمسان. جمعية شلف أمام أتليتيك بارادو نشاهدها على المباشر، وفي الدقيقة 60 التعادل السلبي بين الفريقين، بينما المباراة الأخرى إذ أمكن التي يحتضنها ملعب عمر حمادي ببولوغين بين اتحاد الجزائر ونصر حسين داي، النتيجة تغيرت واتحاد الجزائر تمكن من فتح باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء. خدمة الدفع الإلكتروني ارسل لي لموبيليس من الدار ولا من مكان آخر، يمكنكم تابئة رصيدكم أو تسديد فاتورتكم في أي وقت بلا ما تنقلوا، ما عليكم غير تلتحقوا بالموقع e-payment.mobilis.dz وتابعوا الخطوات المشار إليها باستعمالكم البطاقة الذهبية لبريد الجزائر أو البطاقة البنكية CIB. مع ارسل لي موبيليس كل شيء سهل، الفاتورة مدفوعة ورصيد معبي وين ما كنتوا ووقت ما عبيتوا. موبيليس، معا نصنع المستقبل. هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. نبقى دائما مع أخبار كرة القدم، نذكر أن وفاق سطيف متعثر في المباراة التي تجمعه أمام نادي أمازولو الجنوب إفريقي بنتيجة هدف لصفر. نعود إلى المباراة التي تجمع بين اتحاد الجزائر ونصر حسين داي بتعليق وليد فرحاني. صحيح، ربما أخرج 37 بطاقة صفراء ولكن متسامح بما أنه لم يوجه بطاقة حمراء مباشرة، وفيه تغيير في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من جانب نصر حسين داي. سنرى وسنتابع من سيدخل إلى أرضية الميدان. كرة على الجهة اليسرى
لفائدة النصرية. أعتقد بأنه من دون شك تغيير اضطراري في هذا الوقت، نلعب 30 أو 33 دقيقة من زمن المباراة، سيكون اضطراري من دون شك. إسلام شويطر هو من غادر أرضية الميدان ودخل حمداوي إلى أرضية الميدان في مكان طبعا شويطر، هو التغيير الأول من جانب فريق نصر حسين دائي في هذه المباراة. طبعا حمداوي هو من أخذ مكانه في هذه المباراة في تشكيلة كريم مسعودي. كرة عن عناصر الاتحاد على الجهة اليمنى، التحضير وفرصة وإمكانية لمصلحة الاتحاد، والتغطية الدفاعية كانت حاضرة من جانب دفاع النصرية. في الكرة الماضية بعد الانطلاقة السريعة هنا والتحضير من مزيان، يا لها من تمريرة رائعة ولمسة فنية أكثر من جميلة من قبل مزيان الذي يقوم بشغل ودور كبير. شاهدوا التمريرة وجمالها، متعة يا مزيان، التمريرة الماضية والنظرة والرؤية والقراءة أيضا والتوقع والحس والركنية الحاضرة الآن لمصلحة اتحاد الجزائر. 10 دقائق وينقضي الشوط الأول، 1-0. الأهم قام به فريق اتحاد الجزائر في انتظار المهم. بن حمودة في التوزيع، ضعيفة يا بن حمودة، وكانت سهلة في متناول دفاع النصرية. عادت من جديد بن حمودة، المساندة تأتيه، محاولة المرور مرة بشكل رائع رضواني، قطعت من بن عياد. هل من مرتدة يا بن عياد؟ تدخل موجود، حكم المباراة فعلا قريب يعلن عن وجود المخالفة لفريق النصرية. انطلاقة كانت سريعة من قبل اللاعب القوي بن عياد، معتمدا على قوته وسرعته أيضا. كرة في منتصف الميدان، حكم المباراة يقول العب، وصلت على الجهة اليسرى، إمكانية لعناصر اتحاد الجزائر. مزيان إلى بن حمودة، فرصة وإمكانية، مرة بن حمودة، لمن؟ لمحيوس. لمن هذه الكرة يا محيوس؟ إلى بنزازة، بنزازة والتحضير، صراع موجود بين بن حمودة وتمرشت، خرجت بسلام، وزعت فرصة صعبة لمصلحة اتحاد الجزائر، والدفاع في المكان المناسب على محيوس الذي نادرا ما يضيع مثل هذه الكرات السانحة خاصة العالية. سلامات سلامات إن شاء الله يا رب، إن شاء الله سليم وعافى يا رب العالمين. فيه دماء على مستوى الوجه وعلى مستوى أيضا العين لمحيوس. سلامات إن شاء الله، سلامات، استدام عادي بحول الله، ويقوم بالسلامة محيوس لاستكمال المباراة رفقة زملائه. طبعا طاقم الطبي موجود بسرعة حاضر، وهذا أمر مهم جدا في عالم كرة القدم. فعلا كان فيه استهدام رغم أنه كان فيها أيضا تقديم الرجل هنا من المدافع، من جانب مدافع النصرية، لكن مثل هكذا استهدامات تحدث في عالم كرة القدم وموجودة صراحة في مختلف الملاعب، سواء تعلق الأمر ببطولتنا أو مختلف البطولات. إن شاء الله سلامات. كان بين العجون المدافع الأيسر وقلب الهجوم محيوس الذي نتمنى أن يعود في أسرع وقت ممكن إلى أرضية الميدان رفقة زملائه. هنا التحذير من بن حمودة لحمرة، من وزع الكرة وكان قريبا صراحة محيوس هنا من تسجيل ثاني الأهداف بالنسبة له شخصيا وبالنسبة لفريقه في المباراة. كان يظهر في الصورة منذ لحظات كمال بوجنان المحضر البدني القادم من إسبانيا لفريق اتحاد الجزائر. الاتحاد دائما يبحث عن الاحترافية بأتم معنى الكلمة، ويبحث عن التواجد من جديد في مصاف الفرق المنافسة على لقب البطولة الوطنية والعودة إلى رابطة الأبطال. هذه البطولة اللي عندها حكاية مع الاتحاد، الفريق اللي عمره ما كان محظوظ فيها صراحة، هذا الفريق ليوصل للنهائي ووصل للنصف النهائي، وصال وجال، لكن للأسف الشديد هذه البطولة تدير ظهرها لفريق اتحاد الجزائر، لتاريخ اتحاد الجزائر، لأسماء اتحاد الجزائر. فهل سيكتب ذلك؟ فهل سيكتب ذلك أخيرا وعن قريب من خلال المواسم القادمة يا الحمراء؟
ويا عشاق الاتحاد أسئلة كثيرة لن يجيبنا عنها إلا القدر، ولن يتوقعها ويتمناها إلا عاشق والمتيم باللونين الأسود والأحمر مناصر الاتحاد. كرة طويلة أمامية، بوشينا في التغطية يعود إلى الخلف، فرصة وإمكانية، ماذا هناك؟ ركلة جزاء، ماذا؟ لا 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 لا، لم يكن ركلة جزاء حكم المباراة في المحاولة الماضية، والفرصة الصعبة والخطيرة جدا لبولودام الذي كان يبحث عن ركلة جزاء فنال البطاقة الصفراء. نعم في المحاولة الماضية. ها هي التمريرة، لم تكن موفقة صراحة، وها هي الفرصة والإمكانية، سنعيد مشاهدتها من زاوية واضحة طبعا بقيادة الزميل المخرج ياسين سادات الذي يعطينا كل الصور من مختلف الزوايا، مشكور. ها هي الإمكانية فعلا. نعم كان يرغب أن يكون ذكيا هنا في اللقطة الماضية، ولكن الحكم كان قريب يا بولودان، مثلما أوضحت اللقطة الماضية. كرة أمامية تحولت لدفاع النصرية فعلا، بولودان بالكارت الأصفر ناله منذ لحظات. ستماس لعب عجون، تغطية دفاعية حاضرة، بوشينا في القراءة إلى رمي التماس. آخر خمس دقائق، هل من عودة يا نصرية إلى أجواء المباراة؟ عجون على الجهة اليسرى يحاول التوزيع، وسهلة لبنبوط في كل مكان. بنبوط طول قامته تسمح له في التألق وفي صد الكرات العالية. مزيان حاول الوصول عليها، لكن إلى أين يا مزيان؟ إلى رمي التماس. يجلس أخيرا مدرب اتحاد الجزائر الجديد زراتكو كرامبوتيتش، بينما هذه الكرة لمصلحة نصر حسين داي. تغيير اتجاه اللعب إلى الجهة اليسرى، وصلت إلى عجون، محاولة المرور من عجون إلى فرحي، وصلت إلى حمداوي. منذ لحظة دخلت، توغل خطير، التوزيع، فرصة كبيرة. أوه، ماذا قال حكم المباراة؟ ماذا قال حكم المباراة هنا؟ يقول المخالفة لمصلحة دفاع اتحاد الجزائر، لكن المطالبة كانت بركلة جزاء ربما من جانب هجوم النصرية بعد توغل جميل وكرة لعبت بشكل سريع والتدرج على الجهة اليسرى. طلب الكرة كان بشكل رائع، التوزيعة حاضرة بمن اصطدمت هذه الكرة في المحاولة الماضية، فعلا اصطدمت ب لاعب ومهاجم فريق نصر حسين داي في المحاولة الماضية، فهل كانت بالكتف أو كانت باليد؟ هنا الحكم أعلن عن وجود، أعلن عن وجود طبعا لمسة يد على مهاجم النصرية بنائي لاعب الوسط الذي كان مهاجما في المحاولة الماضية، ولكن سنتابع ذلك من خلال الإعادة وسنفصل في كل الحالات التحكيمية طبعا رفقة خبير التحكيم في التلفزيون الجزائري محمد زكرين، الذي سيتطرق لكل صغيرة وكبيرة تعلقت بركلات الترجيح أو من ركلات الجزاء عفوا، تعلقت بوضعية التسلل بلمسات اليد داخل وخارج منطقة الجزاء، فكل له تخصصه وكل واحد وجب أن يحترم أصحاب المهنة وأصحاب المجال، فبالتالي ممكن نحكو سطحيا ولكن على الصح والأدق لأصحاب الاختصاص. كرة في منتصف الميدان لمصلحة النصرية على الجهة اليمنى، قراءة دفاعية حاضرة، العودة للخلف لدفاع نصر حسين داي، الخروج بالكرة، يلعب بسرعة النصرية، يعرف بأنه ثلاث دقائق فقط، والنتيجة تشير لتفوق اتحاد الجزائر على نصر حسين داي. مباراة أخرى جمعت اتحاد بسكرة أمام شباب قسنطينة وانتهت بتفوق اتحاد بسكرة بهدف نظيف. نتابع ملخص المباراة بتعليق محمد الصالح بوساكر. هشام مختار في تنفيذ هذه الكرة الثابتة والركنية في الوقت اللي يتدخل الحكم يفك هذا بين العريبي ومحمد خوال، كرة مرفوعة راسية، والهدف الأول، والهدف الأول لمصلحة اتحاد بسكرة من هشام مختار، كان وراء الركنية وتمكن من توقيع الهدف الأول لمصلحة فريقه في الدقيقة
سنشاهد في الدقيقة 12 على ما يبدو ارتقاء جيد، خطأ في المراقبة من دفاع فريق من الأربعاء، خروج غير موفق للحارس شويه أحمد ويتمكن من توقيع الهدف الأول هشام مختار، والعاشر في تعداده في أول مباراة من مرحلة الإياب، يتمكن شويح من تسجيل الهدف الأول لفريق اتحاد بسكرة أمام الأمل الأربعاء. كان لوحده السوء يا هشام الشيري. هشام الشيري في الدولي نغلق على نفسه، كانت فرصة أمامه، كانت فرصة أمام هشام الشيري لإضافة الهدف الثاني داخل منطقة العمليات. الهدف الثاني له ممتازة، المراوغة رائعة جدا من لاعب مري عبد الوهاب على الصورة، راوغ بطريقة وبكيفية رائعة. لاعب البديل اللي يدخل منذ حين اللاعب مري، لحق على الكرة وزعوا فرصة رائعة، فرصة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نبقى دائما مع أخبار كرة القدم وإلى الشأن الدولي، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة عن نقل المباراة النهائية لرابطة أبطال أوروبا من مدينة سان بيترسبورغ الروسية إلى ملعب فرنسا الوطني على خلفية الأحداث الأمنية في روسيا. نبقى دائما في ذات الشأن، حيث قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة مباريات المنتخبات والأندية الروسية والأوكرانية على أراض محايدة حتى إشعار آخر. نبقى دائما مع الكرة الأوروبية، حيث أسدل ستار الدور الثمن النهائي من منافسة الدوري الأوروبي وحمل عدة مباريات ومفاجآت، أبرزها مواجهة إنتراخت فرانكفورت الألماني لنادي ريال بيتيس الإسباني. نادي برشلونة سيواجه نادي غالاتا سراي التركي، أما نادي سبارتانك موسكو سيواجه نادي لايبزيك، ومباراة أخيرة بين نادي ليون الإسباني أمام نادي بورتو البرتغالي. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرتنا الرياضية التي ترأست تحريرها محمد طوزالين وأخرجها هيكل قاسمي. مشاهدة ممتعة لبقية البرنامج، والسلام عليكم.